السلام عليكم يوتيوب، كيف الحال؟ اليوم صحيت ما لقيت في الثلاجة ولا حاجة. والمشكلة الثانية انه عنوان فلوج اليوم ايش المفروض ناكل قبل التمرين، كسناك او وجبات، فمحتاج اقرب سوبر ماركت. طبعا المقاضي اللي حصورها دحين ما هي كل المقاضي اللي اشتريها من السوبر ماركت، هذا شوية اشياء نقصتني، في بعض الاشياء حشتريها عشان الفيديو حق اليوم. لبن زبادي، موز، تمر، بيض، وتفاح اخضر. كده تكون كل المقاضي جاهزة ونقدر نبدأ يومنا صح. كده نكون الحمد لله خلصنا الوجبة، دحين جاء وقت سناك قبل التمرين. قبل ما ابدا سناك بقول لكم شيء، طبعا هذا حسابي في الانستغرام، اتاكدوا انكم تعملوا لي فولو، واللي عنده اي سؤال يقدر يرسل لي هو على الدايركت او يكتب في الكومنت. صح بديني اسئلة كثير، ولكن دائما بحاول اني ارد على الجميع، كل ما بفضى برد على الاسئلة اللي بترسلوا لي هي، وان شاء الله ما راح اقصر مع احد باذن الله. طيب دحين حاجة لسؤال نسأله مرة كثير، ايش المفروض اكل قبل التمرين؟ ناس بتحس نفسها تعبانة وقت التمرين، ناس بتحس ما في طاقة، ناس يبغوا فوكس او تركيز، فلازم نتأكد ان تغذيتنا قبل التمرين تكون تغذية صح وسليمة. الاكل قبل التمرين قسم الى قسمين، القسم الاول بتكون وجبات قبل التمرين، تكون وجبات شوية كبيرة بناخذها قبل التمرين من ساعة ونص الى ساعتين عشان الجسم يمتصها ويهضمها، وغالبا بتكون اكثر من 300 سعرة حرارية، يعني تكون من 400 الى 600 سعرة حرارية. بالنسبة لوجبة قبل التمرين بتكون تحتوي على مصدر كربوهيدرات سريع الامتصاص ومصدر بروتين يكون غني بالبروتين. مصدر الكارب يكون يا رز يا بطاطس يا مكرونة، أو ممكن تستخدم حتى خبز لو انت حابب. ومع هذه المصادر تختار مصدر واحد من البروتين، يا دجاج يا تونة أو سمك أو لحم. ما في حاجة ثابتة، مو لازم الرز يكون مع دجاج، ممكن تأخذ رز مع الدجاج، ممكن يوم تحطه مع التونة، ممكن مع اللحم، ممكن يوم اللي بعده مكرونة وتونة، مكرونة ودجاج، وتقعد تلعب فيها زي ما أنت تبغى. أهم شيء من هذه الجهة تأخذ اختيار واحد، من هذه الجهة اختيار واحد، ممكن تضيف معهم طبعا خضار أو سلطة. هذه كانت وجبات قبل التمرين. اما بالنسبه للسناكات قبل التمرين، هي سناكات اشياء خفيفه او بسيطه ما تتعدى غالبا 300 سعره حراريه، وغالبا بناخذها من 20 دقيقه الى 60 دقيقه اي ساعه قبل التمرين. اما بالنسبه للسناك اللي قبل التمرين بيكون غالبا كربوهيدرات سريعه الامتصاص، مثلا عندك تفاحه موزه او تمر، وتختار معاه واحده من هذه المصادر، يا لبن زبادي، زبده فول سوداني او لوز. انا عن نفسي دائما احب اخذ الموز مع فول سوداني، او احيانا احط التمر مع اللبن، تقدر تبدل فيها او تلعب. ومش تكون بس هذه الاختيارات، تقدر تختار اي فاكهه غير هذه الفواكه. وبكده يكون خلاص عرفتوا ايش تاكلوا قبل التمرين. اذا تمرينك باقي له ساعه تقريبا او اقل، خذ سناك وروح اتمرن، وبعد التمرين حاول تاكل وجبه كبيره تكون متكامله. اما لو تمرينك لسه باقي له ساعه ونص ساعتين، خذ وجبه كبيره وبعدها تقريبا بساعه خذ السناك والوجبه الصغيره، كي يكون ضربت عصفورين بحجر وتغذيت تغذيه سليمه قبل التمرين، وان شاء الله تمرينك حيكون قوي وسليم. واللي حاخذه انا اليوم موزه مع زبدة فول سوداني. طبعا الاكل ده او السناكات هي نفسها، سواء بتضخم او بتنشف، الفرق الوحيد هي الكميات، تلعب في الكميات على حسب هدفك. وبعد السناك الخفيف اخذ منتج طاقة قبل التمرين، يكون غالبا فيه كافيين، فحاخذ هذا المنتج من شركة رول 1 بري ورك اوت. ميزة هذا المنتج انه فيه بي سي دبل ايز، الاحماض الامينية، بتساعد على الاستشفاء العضلي والريكفري، في الارجينين ضخ الدم، البيتا الانين يساعد على التحمل، وفي برضه سيترولين برضه ضخ دم، واخر شيء في كافيين. منتج متكامل من شركة رول 1. طبعا اللي حابب يطلب هذا المنتج يقدر تطلبوه من محلات نوتريشن شوب، اترك لكم هي تحت في صندوق الوصف. ملابس التمرين اليوم، ودحين جاء وقت التمرين. تمرين اليوم حيكون عضلات الظهر والرقبة، يلا نبدأ. We'll be right back.
التمرين، دحين باخذ بعد التمرين بي سي اي احماض امينيه ومعاها كرياتين، وبشوف لي مطعم اكل في وجبه بعد التمرين. الوجبة اللي اخذتها فاهيتا دجاج ولحم ومعاها رز، وهنا في العيش حقها اكسترا كارب. وصلنا لنهاية الفلوق، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لايكات، واي شخص جديد سبسكرايب اشترك في القناة. لا تنسوا تكتبوا لي تحت في الكومنت ايش تبغوا تشوفوا الفيديو الجاي. كان معكم انمار فيت، اشوفكم على خير. سلام.